عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من قوم عاد والفراعنة. مش هنطول في الموضوع أكتر من كده، أنا حاسس إن احنا طولنا فيه جدا جدا جدا، وهو الموضوع أصلا أبسط من البساطة. في النهاية دي نظرية مفيش عليها دليل، حتى لو فرضنا إن في حضارات كانت قبل الحضارة المصرية القديمة فما فيش دليل إن الحضارة دي كانت قوم عاد، مفيش أي شيء أو أي ذكر ليه. في الحلقة الأخيرة زي عادتنا، زي موضوع إخناتون، بنقفل الأجزاء اللي احنا ما جبناش سيرتها قبل كده. طبعا المفروض الحلقة دي كانت مرتبطة بجزء الآية القرآنية، بس بما إنه جزء الآية القرآنية زاد وطول فحرام إن احنا نحط الموضوعين في فيديو واحد، فهنقسمهم على فيديوين. وكالعادة الفيديو الأول نزل، الفيديو التاني هينزل في نفس بينزل في نفس اليوم، ويتبقى انت عارف ان الفيديوهين موضوع واحد. اول نقطة زي ما قلنا وبنقول دايما، لا دليل، لا يوجد دليل اثري واحد على وجود قوم عاد بالاسم في مصر. فالحضارة المصرية القديمة ذكرت واتذكر عنها انها كانت مرتبطة بحضارة في الغرب زي حضارة أطلانتس، ده مجرد ذكر، مفيش برضو دليل أثري إن أطلانتس كانت موجودة في مصر، نفس الموضوع، بس على الأقل في ذكر، لكن مفيش أي ذكر لناس اسمهم عاد ولا إرم في الحضارة القديمة إلا في عصر حتشبسوت، وكان معروف مين إرم دول، اللي هما جماعات الأورومو أو جماعات كانت عايشة في منطقة اليمن جنبها، والمنطقتين جنب بعض اللي هي أثيوبيا واليمن، منطقة خليج عدن. واكدنا طول الحلقات ان مفيش دليل، وان كل الناس اللي بيتكلموا على موضوع قوم عاد او الموضوعات دي كلها بيتكلموا عن حاجة اسمها الدليل العكسي. يعني انت عندك في النظرية الحديث في نظرية علم الاثار شيء غلط، انا هاخده استدل بيه على ان كلامي صح، رغم ان ده ما يلزمش في النهاية. لو انا قلت لك مثلا انت بتطبخ الرز بتاعك غلط، مش معنى كده ان انا كمان ان انا بطبخه صح، ما يمكن انت غلط وانا غلط. فتاني اي حد بيجيب لي سيرة دليل عكسي انا ما بقتنعش بالدليل العكسي، انا بقول في غلط في النظرية ماشي، بس لازم تكون حاطط البديل، والبديل يكون مبني على اسس مش في الهوى. اتنين، موثوقية التاريخ المصري. بعض الناس مش بتقدر خطورة الموضوع ده، خطورة موثوقية التاريخ المصري أجبرت اليهود إن هم يعترفوا إن ما كانش ليهم دولة قبل سنة 700 قبل الميلاد. أنت متخيل؟ ممكن في كتير مش متخيلين الموقف. لما هنكمل في فرعون موسى هجيب لك كتب لمؤرخين يهود بيدرسوا في جامعة تل أبيب اعترفوا ان دولتهم ما كانتش موجودة قبل سنة 700 قبل الميلاد، نتيجة ان التاريخ المصري بيوثق طول الوقت ان هو كان محتل فلسطين. وشفنا قد ايه الكتاب القدام الاجانب كانوا بيحاولوا بكل الطرق يقول لك اصل الامبراطوريه اتفقدت في عصر اخناتون، اصل بعد تحتمس ما عرفوش يحافظوا على الامبراطوريه، اصل مش عارف مين، اصل رمسيس الثاني ما هزمش الحيثيين. لكن بترجع الاثار المصريه اللي موجوده جوه فلسطين مش اللي موجوده جوه مصر، بتاكد ان الملوك دول كانوا محتليين ارض فلسطين وان ما كانش في دوله في الوقت ده. انت في النهاية هتنفي تاريخ مصر، وبعدين راحوا على تاريخ سوريا يقول لك قبلة، حضارة قبلة ما كانتش موجودة، حضارة تدمر ما كانتش بالشكل ده، ما كانش في حد اسمه الحوريين ولا الأموريين، قوم عاد والجزيرة العربية ما كانتش موجودة، ده كانوا في مكان تاني. هتلاقي نفسك من غير تاريخ، هتلاقي نفسك بقيت زيهم. هو ما ينفعش ابني نظريتي اللي انا عايزه من غير ما اهد اللي موجود، اهد الغلط، في غلط، كل الناس بتقول ان في غلط،
احنا جبنا دكتور سليم حسن كان قايل ان رمسيس سرق تمثال من امنحتب الثالث، ايه المشكله؟ لكن ما اجيش اقول ان رمسيس سرق تمثال من امنحتب الثالث، اذا لا رمسيس بنى حاجه ولا امنحتب بنى حاجه ولا اي حد في كل الملوك دول بنى حاجه، ده حضاره من ما قبل الطوفان. طب الناس دي عملت ايه؟ لا الناس دي ما ناخدش منهم حاجه عشان كدابين. تبقى مصر بلا تاريخ، الجزائر بلا تاريخ، السعوديه بلا تاريخ، المغرب العربي بلا تاريخ، موثوقيه التاريخ. زي اللي بيجي يقول لك بمنتهى البساطه البخاري في حديث انا مش مقتنع بيه، يكلمك عن حديث واحد في البخاري كله، لا المفروض ارمي كتاب البخاري خلاص انا مش عايزه. انت عارف انت لو رميت كتاب البخاري ايه النتيجه؟ بمنتهى البساطه انت شككت في كل الناس الشهود العيان اللي موجودين فيه اللي نقلوا حديث الرسول، بدل ما كان عندك اكتر من 70,000 شاهد شافوا الرسول عليه الصلاه والسلام وسمعوا منه، مما يخليه شخصيه تاريخيه موثوقه اكتر من كل الملوك اللي بنتكلم عليهم، انه بقى شخصيه مجهوله في التاريخ مفيش اي حد شافه ولا اي حد اتكلم معاه. وفي النهاية انت اللي بترمي تاريخك بنفسك، هما بيرموا لك الخيط وانت بتلقطه. الموضوع مش موضوع مصر. مش ممكن لقناة بتقول ان خوفه هو فرعون موسى انها بمنتهى البساطة تيجي تقول لك لا اصل انا بدافع عن تاريخ مصر. بس الموضوع كله موضوع تاريخ عرب، تاريخ منطقة. وبالحق الموضوع احقية. بس مجرد أحقية، عايزني أرمي التاريخ ده وما اتبعوش، مش هقولك هات لي تاريخ غيره، هقولك اثبت انه غلط. نروح نتكلم في التفاصيل شوية. أول تفصيل الأسهل، المعابد والمسلات. رحنا لأبرز معبد في مصر، معبد الكرنك، أضخم واحد فيهم، اللي انت لو شفت كل المعابد وشفته هتقول واو ده تحفة، ده ما فيش حد عمل زيه. وفي اكبر كمية من المسلات واضخم المسلات كلها متاخدة منه. المسلات طريقة نحتها كانت صعبة اكيد، نقلها عمل شاق مش سهل. ايوة في حضارات حديثة انجلترا وفرنسا معرفوش ينقلوا مسلات، لكن هل معنى الكلام ده ان مش تحتمس واحمس وحتشبسوت ورمسيس هم اللي بنوه اللي نحتوا المسلات دي؟ لان دي ما تعتبرش من مبنيه، دي منحوته من قطعه واحده، هم اللي نحتوها. ايه دليلك؟ مفيش، اصلها صعبه. ماشي هي صعبه عليك، بس ايه اللي عرفك انها كانت صعبه عليهم؟ وبعيد عن المبدا ده جينا على معبد الكرنك تاني وقلنا ان لما حفروا جنب الكرنك وحفروا داخل الكرنك اكتشفوا اثار اقدم من الكرنك وكلها مرتبطة بملوك سابقة الاسرة الحديثة. يعني احنا مش حفرنا تحت الكرنك لقينا عاصمة قبل الاسرات، لا احنا لقينا الدولة المتوسطة، لقوا معبد لسونسيرت. فازاي تفسر ان معبد مبني بنا قوم عاد اللي المفروض قبل مينا لما حفرت تحته لقيت سونسيرت اللي بعد مينا بألف ومئتين سنة على الأقل؟ ده في بعض الناس بتقولك ما بين مينا، يعني بعض طرق التأريخ واللي أنا بمله إن مينا على الأقل 4200 قبل الميلاد مش 3200 قبل الميلاد. أنا لما بقول 3200 قبل الميلاد اللي هو يا سيدي أنا بجاملك، أنا بقلل مدة الزمن. فبكده ما بين سونسيرت ومينا 2000 سنة، إزاي اللي قبل مينا باني فوق اللي بعد مينا؟ شيء غير منطقي على الإطلاق، ده يدحض أي نظرية. يعني فكرة المعبد اللي تحت معبد الكرنك مبدئيا ما يكونش عندك مليون في ولا واحد في المية شك ان اللي بنى المعبد الناس دي.
او على الاقل لحد ما بين ثنائيته وما بينهم. يعني لما تيجي تقول هكسوسة ان الهكسوس ما بنوش اي حاجة اصلا وما بانش في اماكنهم اي شيء، بس في النهاية على الاقل انت بتتكلم بمنطق. لكن قوم عاد بنوا فوق ثنائيات، يعني قوم عاد بعد ثنائيات، يعني بعد ابراهيم عليه السلام على الاقل. ده على التاريخ الكتابي اللي انا مش مقتنع بيه اساسا، واللي انا بقول لكم من اول حلقه في القناه ان هم واكلين من عمر البشريه 2000 سنه او 3000 سنه على الاقل، عشان يقربوا الازمان بتاعتهم من بعضها ما يبانش ان اغلب وقتهم كان عقبات. هم اغلب حضارتهم اغلب دولتهم كانوا بيتعاقبوا فيها، اغلب الوقت كانوا كفار، الاوقات اللي امنوا بيها كانوا اوقات قليلة جدا، فبالتالي بدأوا يشيلوا سنين، وكانت النتيجة ان هم شالوا بتاع 2000 سنة. هنيجي النقطة الرابعة، الاهرامات. والاهرامات هنقسمها جزئين عشان الناس ما تزعلش، لان الناس كتير جدا بتزعل. هرم خوفو لوحده وباقي الاهرامات لوحدها. يا سيدي انا هسلم معاك ان هرم خوفو فيه شك، رغم ان ده تنزل عادي، هنوصل للموضوع ده قدام. الاهرامات لو بعدنا هرم خوفو المعجز بشكل خارق وشفنا بقية الأهرامات بما فيهم خفرع، هتلاقي إن ما عندكش مشكلة إن القدماء المصريين بنوا، ولا أي مشكلة. هرم زي هرم زوسر مبني من أحجار متوسطة، في أهرام كتير مدرجة، في أهرام صغيرة زي أهرام الملكات، في أهرام أصلا كان فيها أخطاء هندسية وقعت زي هرم النمحات وهرم سونسرت، وهرم حتى كان بنيه كاموس، وأحمس كان بني هرم صغير للملكات واتهدم. في أهرامات كتير كانت موجودة، بعضها اتكسر بعضها لسه موجود بعضها صغير. هرم منقرع يعتبر طبعا هو فيه عمل شاق وصعب ان احنا نعمل زيه في الوقت الحالي كله، حتى الاهرامات اللي وقعت، بس في النهاية بالنسبة لبقية المباني اللي ثابتة ان هم بنوها، فلا الفكرة مقبولة. يعني اللي قدر يحفر مسلة وينقلها يقدر يعمل حجر ويسويه ويحطه في مكانه. موضوع التبة الترابية ده مش موضوع الاثريين اخترعوه، رغم ان نفسي انه يكونوا اخترعوه، بس في النهاية انت لو رحت معبد الكرنك النهاردة سيبك مني، هتلاقي فيه جزء من الاراضي كده محفور كان فيه لسه تبات ترابية محطوطة جنب الجدران ما اتشالتش عشان يطلعوا عليها الحجارة. انت شايف الشيء، كل اللي عمله الاثريين ان هم قالوا الشيء بالشيء يذكر، بما ان هم استخدموا الاسلوب ده هنا ممكن يستخدموه في الاهرام، وممكن يكون اسلوب تاني خالص الله اعلم. لكن تاني ما زي ما حطيت لكم صورة هرم ابن نمحات الثالث اللي هو الهرم الاسود اللي وقع وحطيت عليه اسم قوم عاد، ليه ما حدش نسب ده لقوم عاد؟ هرم اناس على فكرة، هرم اناس يتهيأ للناس كتير انه هرم سهل او لانه وقع اتكسر، بس بتدخل جواه ده المتن الوحيد اللي واصل لك من متون الاهرام، ومحفوظ بروعة وعناية، والغرف والممرات بتاعته منحوتة بشكل عبقري، وكان في متاهات جواه بشكل كبير. لا ما هو واخد حاجات كتير من الهرم الكبير، هو بس فشل هندسيا في الشكل الكبير. هرم خوفو زي ما قلنا معجز بشكل كبير، للدرجة اللي لما انت بتقول الهرم فانت بتقصد هرم خوفو، رغم ان هرم خوفو مش كامل، يعني لحد اللحظة دي ملوش قبة من فوق، كان مقفول بشكل كبير، ما عندناش ولا معلومة عنه، وعادي الواحد بيعترف بالحق. ما هي هو ده كده، ما هو ده الحق، ان هرم خوفو ما كانش، ما نعرفش عنه حاجات كتير، لكن بقية الأهرامات ما كلها عادية. يعني قوم عاد جم بنوا هرم خوفو بس ومشوا، فجم المصريين بعديهم
بنوا بقية الأهرامات وبشكل يدلك إن واخدين منه نفس التصاميم، ولا إنك ممكن تقول إن هرم خوفو كان هرم كان عمل عبقري زي الموناليزا بالنسبة للوحات ليوناردو دافنشي؟ محدش بيقول إن دافنشي اللي رسم الموناليزا مش هو اللي رسم اللوحات التانية رغم إنها أقل. كل فنان ليه عمل أعلى وعمل أدنى وأعمال في النص، سنة الحياة. لكن في النهاية عادي نستثني هرم خوفو، فبقية الأهرام عادية مفيش أي دليل إن حد تاني بناها غيرهم، لأنهم بمنتهى البساطة عاملين مباني شبيهة بيه طول الوقت. يعني خنتوكاس معرفتش تبني هرم لكنها ما هي بانية مصطبة من درجتين، شيبسكاف ما بناش هرم لكنه بنى مصطبة ضخمة. قاموا عجم بنوا المصطبة. نيجي بقى على قوم عاد. قلنا ان الثابت تاريخيا ذكرهم اتذكروا في اكتر من مكان، كل الاماكن اللي ذكرتهم كان قبل الميلاد. المرحلة الوحيدة اللي كانوا فيها بعد الميلاد كانت مدينة واحدة لها مدينة عبار او مدينة ابار، وكان فيها تجار، وما نعرفش هل دول كانوا بينتموا لعاد بشكل كبير ولا لا، بس كانوا تجار في الوقت ده. والمدينة كانت على طريق اللبان، الطريق اللي كان بيتباع منه اللبان العربي، وكان بيعمل لهم مداخيل بشكل كبير، والمدينة اتلقت في عمان. بقيت السجلات الأثرية راجعة للنبطيين قبل الميلاد، اللاحيين قبل الميلاد، زي ما قلنا حضارة مدينة إبلة، واللي كانت سنة 2500 قبل الميلاد، بما ان يعتبر ده أقدم ذكر ليهم، وكان عاد معاها ثمود. وبالتالي فبنستنتج من كده ان عاد الأولى سبق التاريخ ده بكتير. يعني عاد الأولى ممكن تعدي 3000 قبل الميلاد، سبق خوفو بمراحل، سبق زوسر بمراحل. وهو ده الترتيب القرآني اللي القرآن ذكره لنا، ان قوم عاد وقوم ثمود الناس اللي اتعذبوا منهم في المرحلة الأولى اللي كان فيها النبي يهود والنبي صالح، كانت سبق إبراهيم عليه السلام وسبق موسى عليه السلام. وبالتالي بالترتيب التاريخي ده هو متسق مع اللي الأثر ذكرته. النقطة الستة، شبه الجزيرة العربية. الثابت تاريخيا ان كل ذكر القوم عاد كان من شبه الجزيرة العربية. الفلكلور الشعبي، الشعر، الامثال اللي بتذكرهم من شبه الجزيرة العربية. وزي ما قلنا ان هم مذكورين في شعر النابغة الزبياني، والشعر اللي دايما بنسى اسمه، ثواني، طرفة بن العبد. واضح انك لما ما بتحبش حد بيعجبكش اسلوبه اسمه بيضيع، يعني واحد حافظ اسماء شعراء اصعب من كده، بس طرفة بن العبد ذكرهم. وقلنا ان وقلنا كمان ان شبه الجزيرة العربية فيها اثار قديمة بعضها بتحليل الكربون، زي قصيرات عاد اللي اسمها لحد اللحظة قصيرات عاد في منطقة الافلاك في المملكة العربية السعودية من 2800 قبل الميلاد. وان الاية القرآنية اللي بتقول مساكنهم، بتقول قد تبين لكم من مساكنهم، من يعني بضع جزء من مساكنهم ظهر. فبالتالي اهي ادي حاجات ظاهرة سنة 2500 قبل الميلاد في شبه الجزيرة العربية، ليه نستبعدها؟ يعني ليه ناخد حضارة من مكان ونحطها في مكان تاني؟ جبنا حتى في حلقة الاساطير اللي ركز، الاسطورة الاولى اللي اتكلمت عن ارم في عهد معاوية بن ابي سفيان، كان عبد الله بن طرفة لما دخلها في النهاية كان من اليمن وكان عند حدود صنعاء. لما رحنا الأسطورة تانية مذكورة في اتجاه الملك عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، لما بعت موسى بن نصير عشان يتأكد من مدينة النحاس اللي هي في وصفها شبيهة من مدينة إرم،
في النهاية راح لمكان شبيه بأثيوبيا ومنطقة اليمن. دي تاني دليل، يعني كل الناس، كل الأساطير، كل الحكايات بتوجهك في قوم عاد إنهم في شبه الجزيرة العربية. لما قلنا حضارة إبلة ذكرتهم، لما قلنا النبطيين ذكروهم، لما قلنا إن في الثاموديين كمان بدأنا نحصل على بعض الألواح البسيطة ببعض الكتابات عندهم، ما هي كلها كانت في شبه الجزيرة العربية. حتى الآية القرآنية اللي ذكرت الأحقاف واستغربت إن الناس بتجادل فيها بغير اللي أنا قلت، أنا قلت إن الآية في الغالب دي مش عاد الأولى. يعني أنا بعترف في النهاية أنت ممكن حتى تنظر، لو أنت سمعت الكلام اللي أنا بقوله بالظبط أنت ممكن حتى تنظرني من كلامي، لأن في النهاية بقولك كل حاجة معايا أو ضدي. لأن نفس الآيات اللي بتذكر الأحقاف بتذكر إن قد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني ما كانش أول نبي ولا آخر نبي يجي لهم، يعني ده كان نبي في النص. وأنا بقول معنى الآية مش الآية نفسها. فبالتالي الناس قعدت تجادل يعني الأحقاف دي فين بالظبط؟ الأحقاف مش معناها صحراء، الأحقاف معناها جبل من الرمل، إن الرمل كله عامل زي جبل، مش مجرد منطقة صحراوية فيها رمل عادي أو تجمعات رمل عادية. لكن المعنى الآخر لكلمة الأحقاف هي اسم المنطقة، في منطقة في شبه الجزيرة العربية اسمها أحقاف، وده اللي أغلب المفسرين راحوله، وإن كان بعض الناس ما أنكرش إنها ممكن تكون أحقاف تانية. يعني خلاص هو بمعنى جبل الرمل، هما كانوا ساكنين وسط جبال الرمل او في مكان فيه جبال رمل او في مكان مع الوقت اتملى جبال رمل، لكن لما تشوفها تقول ان دي احقاف. فهرم الجيزة مفيش اي حد في اي وقت قال ان منطقته منطقة احقاف. وطبعا نستبعد هرم الجيزة زي ما قلنا، احنا هنستبعد هرم خوفو خالص، هنركنه على جنب عشان ده عامل للناس مشكلة، اركن لي هرم خوفو كده يمين وشمال. خلاص بقيت الاهرامات، هرم دهشور مبني في الوادي، هرم سقارة مش على حقف، نفس المستوى بتاع المنطقة، نفس مستوى ارتفاع المنطقة اللي هو الهرم بتاع زوسة. طب نبعد عن الاهرامات، نروح المعابد. معبد الكرنك بينه وبين المياه الجوفية 75 سنتي، معابد مدينة أون كانت مبنية على مستوى سطح التربة لدرجة إن المياه الجوفية واكلة كتير من الآثار اللي فيه، والمعبد اللي كان أضخم من معابد الأقصر مش لاقيين منه حاجات كتير. طب يبقى الأغلب الأعم من الآثار المصرية القديمة أولا مبنية على الحجر نفسه، يعني الهرم الكبير حتى مبني على الحجر نفسه، ما كانش فيه رمل في الوقت ده وبنيين على سطح الحجر عشان يتحمل الوزن اللي هيتحط عليه. اما تحتمس الرابع قلنا انه شال الرمل اللي كان متكون على ابو الهول، فالمنطقه بتتنضف وبترجع وبتتنضف وبترجع، وده دليل انها مش حقف، لان لو حقف مش هتقدر تشيل الرمل كميات مهوله، احنا بنتكلم على كميات رهيبه بتغطي الهرم كله اوله عن اخره يعني. وبالمناسبة هيرودوت ذكر، مش بس هيرودوت والمسعودي والغرناطي، ان في 3 اهرامات اكبر من ال3 اهرامات بتوع الجيزة مش عارفين مكانها، هم ذاكرين ليهم مكان قرب مدينة منف، لكن في لحد دلوقتي ده ما لقيناهمش. ده لغز جميل جدا برضه، ممكن يكونوا دول بتوع قوم عاد. طبعا انا بهزر، ما فيش اي دليل ان هم دخلوا مصر اصلا. ثمانية التنقيب، زي ما قلنا من الحاجات اللي ممكن تكون حطيتها هدف
للسلسله بتاعت قوم عاد ان احنا نشجع اخواتنا اللي في شبه الجزيره العربيه، خصوصا ان امكانياتهم الماديه لحد ما كويسه، وفيهم ناس كتير واضح ان عندهم روح المغامره، ان هم يبداوا يتواصلوا مع السلطات اللي هناك ويبداوا ينقبوا في اماكن هم شاكين فيها. انت لو فتحت اليوتيوب هتلاقي كتير جدا من اخواتنا السعوديين والاماراتيين والعمانيين بيتكلموا على اثار هم شايفينها في نفس المكان. سجلها باسمك، ايه المشكله؟ انت بتحفظ تاريخ بلدك، وهتلاقي نفسك عند مستوى ما بتحفظ تاريخ دينك، ان بمنتهى البساطة مش هيجي حد يألف لك نظرية وفي النهاية عشان يلبسك في الاخر ان القرآن مثلا ما رتبش الاحداث صح. وانت لو اقتنعت ان قوم عاد هم اللي بنوا معبد الكرنك على سبيل المثال، وبعدين هنأرخ سونسيرت او اي شيء مادي موجود، طبعا لازم يكون عضوي، موجود تحت المستوى ده وحللناه وطلع 2000 قبل الميلاد، يبقى معبد الكرنك مبني بعد 2000 قبل الميلاد، يبقى قوم عاد جايين بعد ابراهيم. فنكون حرصاء في المعلومه. رقم 9 الاسطوره. اسطوره ارم واحده من اشهر الاساطير، وبالتالي انت لما بتسمعها بتاخد خيالك لاماكن بعيد، هتخليك ما تتقبلش حتى ان فكرة ان يكون الاقصر هي ارم او ان تدمر هي ارم. رغم ان ما يمنعش ان بعد عصر الرسول ان تكون ارم اتهدمت او اتدفنت تحت ارم، او حتى قبل عصر الرسول، وزي ما قلنا الاية بتقول من جزء من مساكن، لكن الأسطورة الكبيرة اللي اتحوطت بيها إرم واللي بيغذيها حكايات وقصص غريبة بتيجي من أماكن مختلفة، ولو ضمينا ده كله مع أساطير بتيجي من دول تانية ما تعرفش حاجة عن إرم اللي عندنا، يعني تلاقي إن البوذيين بيوصفوا مدينة بنفس الوصف هما والهندوس، وبعدين تلاقي في أمريكا الجنوبية الأسبان بيحكوا عن مدينة دخلوها مبنية كلها من الذهب، وبعد أول 2 دخلوها الباقيين لما جم يدخلوها ملقوهاش، ولحد النهاردة بيدوروا عليها مفيش أي أثر إنها موجودة. فده ممكن يشككك في الأسطورة. الأسطورة حاجة كويسة وجميلة وبتحفز أكتر من الحكاية العادية، بس التحفيز يكون إيجابي إنك تحاول تدور عليه، ما تروحش تمشي في الأحقاف لوحدك فتغرق في جبل رمل بحرص. ماشي، اخر جزء الاسطوره انها بتديك لغز. اللغز بينشط عقلك، بيخليك عايز تدور وتبحث. يعني على سبيل المثال انا نفسي اول كتاب قريته عن الحضاره الفرعونيه كان كتاب لعنه الفراعنه بتاع دكتور انيس منصور. كتير انا بتهيألي قلت المعلومة دي مرة او اتنين قبل كده. فانا بدأت بنظرية المؤامرة، سمعت عن المسلات الفرعونية اللي موجودة حوالين القمر، وان الفراعنة وصلوا القمر، وان حضارتهم معدية 10,000 سنة، ودلوقتي بقينا بنسمع عن الحضارات اللي على المريخ بس في النهاية بتلاقي نفسك بنيت تاريخ لو انت قضيتها كلها خيال كده بعيد عن الواقع. لما بتيجي تقرا النظريات العادية هي كمان فيها جزء من البعد عن الواقع، بس في حاجات بتأيدها، فانت بتروح على اللي عليه دليل اقوى مش اللي عليه دليل اضعف. هل المصريين القدماء سافروا القمر ولا الكائنات الفضائية اللي نزلت بنت؟ لو انت قلت ان الكائنات الفضائية اللي نزلت بنت، عليك انك تثبت ان الكائنات الفضائية دي ما نزلتش مرة، انها المفروض نزلت قعدت معاهم طول 3,000 سنة دي يبنوا ويكسروا ويحاربوا ويرجعوا وتتكسر وتترمم وتتصلح وتبني تاني. فلازم نتعامل مع الاسطورة بحرص. حلو انها تكون موجودة، حلو انها تشجع الناس، زي ما اكتشفوا مدينة طروادة واليونان القديمة من أسطورة هوموروس اللي هي الإلياذة، حرب طروادة شجعت الناس إنها تروح تدور لحد ما جه مغامر
تقريبا يا كان امريكا، كان اسمه سوليمون، راح حفر في المكان ده، هنعمل حلقة حوالين الموضوع، ولحد ما لقى اثار مدينة طروادة. فاصبحت الناس بتتعامل مع طروادة انها مش اسطورة بالكامل، ان كان في قصة حقيقية، والقصة الحقيقية سابت اثر بالنسبة لنا، فبدأنا نعملها. انا عايز الجزء ده من الاسطورة، او ده الجزء اللي المفروض نشجعه، الاسطورة اللي تخليك عايز تروح تبحث تدور في الكتب وفي الارض الواقع، وتشوف ايه اللي موجود وتبدأ تبني عليه، وهتكتشف حاجات. النقطة اللي بعد كده قوم ثمود، وثمود مرتبطين بعاد في الآيات القرآنية، ونتيجة كده بعض الناس نبطتهم كمان ان هم جم معاهم في الحضارة المصرية. وزي ما قلنا قوم ثمود كانوا بمنتهى البساطة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد مكانهم في منطقة الحجر، وبالتالي صعب ان اي حد يتكلم عن الموضوع ده بعد كده. يعني ما لو سمحتوا ما حدش يجيب سيرة ثمود، خلاص دي محسومة على جنب. موضوع ما خدش غير 6 دقايق بالظبط انك تجيب الحديثين من البخاري، والموضوع اتحسم. يبقى كده زي ما قلنا النقطة رقم 11 عاد وثمود في كل الخرايط وفي كل الكتب وفي كل السجلات القديمة ان هما في شبه الجزيرة العربية، والنقطة دي استنتاج. احنا بنستنتج واهم الخريطة طبعا اللي رسمتهم خريطة بطليموس اللي في القرن الثاني الميلادي، واللي احنا عرضناها، واللي ذكرت عاد وثمود في وقته كانوا موجودين في شمال شبه الجزيرة العربية. كمان قلنا ان السجلات الاشورية ذكرتهم، وان الملك اشور نبال قال ان هو هزمهم سنة 700 قبل الميلاد ودفعوا له الجزية. وزي ما قلنا ان عاد وثمود كانوا اكتر من جيل، يعني كذا جيل كفر وكذا جيل جاله نبي، وواضح ان عاد جالهم اكتر من نبي بنص الآية القرآنية اللي في سورة الأحقاف 12. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم زي ما قلنا في اختلاف كبير في تفسيرها ما بين انها مدينة وبين انها اسم قبيلة. هل إرم مدينة؟ هل اسم قبيلة؟ أغلب اللي راح للمفسرين إن هم اسم قبيلة، وإن التي لم يخلق مثلها في البلاد هي القبيلة، يعني البشر اللي فيها كانوا في قوتهم بشكل ما تكررش تاني، أو ما تكررش في عصرهم. يعني ممكن تكون، وده على فكرة معنى ممكن يسحب على المدينة نفسها، إن المدينة لم يخلق مثلها في البلاد في عهدهم، يعني في الوقت اللي كان فيه عاد سنة 3000 3200 قبل الميلاد 4000 قبل الميلاد، براحتك. احنا قلنا حد ادنى 2500، اطلع بعد كده زي ما انت عايز، الاثار بتقول كده، السجلات الاثرية بتقول الكلام ده. فان المدينة دي في الوقت ده ما كانش فيه زيها في اي بلد، ممكن، وممكن تروح للحتة الاسطورية الكبيرة اللي موجودة في ايران. نتمنى زي ما بقولك اي حد في المنطقة العربية يتمنى ان في يوم من الايام يبقى من الناس المحظوظين اللي دخلوا ارم وطلعوا بشوالين 3 ذهب وفضة. طبعا مش بتاخد ذهب وفضة بقى، انت بيبقى قدامك الماس ولؤلؤ وياقوت ومرجان وحاجات كتير، فمش هتسيب الذهب على جنب يعني. ولو ان اغلب الناس دي تقريبا يا الحكام خدوهم منهم يا حد قتلهم عشان يسرق منهم الذهب في كل القصص. فالموضوع يعني خد على قدك وخبيه وطلعه واحدة واحدة لو وصلت لإرم طبعا، وبقول لي يا ريت يعني عشان يعني اديني حاجة كده.
اخر جزء هندخل فيه نقطة 13، مش عارف هنقف على نقطة نحس، ممكن افتكس نقطة بعد كده عشان ما نقفش على 13، وطبعا ما فيش نحس في الاسلام، لا لا طيرة. هي نقطة التكنولوجيا. والتكنولوجيا على حاجتين او على مأخذين. اول مأخذ ان المشكلة في بعض الاثار المصرية اللي بتواجه الاثريين وبتواجه المؤرخين في الطرق اللي هم اعتمدوها لبنائها، ان التكنولوجيا المعتمدة عند الاثريين في الوقت الحالي لا تسمح ببناء هذه المباني، وبالتالي فالمشكلة هي مشكلة تكنولوجيا مش مشكلة افراد. يعني احنا لو كنا لقينا مثلا بعض الازاميل وبعض المدقات من الحديد الصلب كانت الصعوبة قلت شوية. لو لقينا طبعا هم تلاقي عند الهرم بكرات للرفع، فمشكلة رفع الحجارة بقت اسهل الى حد ما، مش كتير بيتكلم عليها، بس برضو عدد البكرات اللي اتلقت مش متناسب مع حجم الهرم. فلو كان في بكرات اكبر، كان لو كان في رافعات بشكل كبير، بدليل ان محدش مثلا بيتكلم ان الرومانيين نجحوا ان هم ينقلوا بعض المسلات المصرية من مصر للقسطنطينية، من الاقصر للقسطنطينية، ما هي نفس عملية النقل اللي انت مستصعبها على الفراعنة تمت. رغم ان في عهد الاسرة الحديثة كان في العجلات، فكان الموضوع اسهل بكتير. احنا بنتكلم على المباني اللي في عصر الاسرة المتوسطة، الدولة المتوسطة والدولة القديمة، هما دول ما كانش عندهم عجلات. فهي المشكلة مش مشكلة افراد اضخم وافراد اصغر، المشكلة مشكلة تكنولوجيا. مهما كان الفرد ضخم، في النهاية انت محتاج ازميل او عتلة الماز عشان تكسر في البازلت. لو اي حد معاه ازميل الماز ومعاه مناشير الماز ومعاه زي الواح صنفرة داخل فيها الالماز، فبالتالي يقدر يكسر البازلت بسهولة، مش بسهولة كبيرة يعني، بر ما يزال البازلت حاجة صعبة يعني، بس يقدر يكسره فتقدر تعتمده. فهي المشكلة مش في ان يكون اللي بناها اطلانتس او اللي بناها عاد او اللي بناها ثمود او اللي بناها قدماء المصريين. المشكلة الحقيقية ان احنا ما لقيناش الادوات التكنولوجية اللي تسمح بالمباني دي، هو ده اللغز. فما تقعدش تدور على اقوام اخرين قد ما المفروض تدور على تكنولوجيا سابقة الأقوام الآخرين. المأخذ الثاني في موضوع التكنولوجيا هو مأخذ العصر. يعني ليه التكنولوجيا لازم تكون سابقة مينا؟ ليه ما تكونش في عهد مينا؟ ليه ما تكونش في عهد خوفو؟ ليه ما نقولش ان الملوك اللي كان عندهم تكنولوجيا وعمال فنيين معرة هما نفس الملوك اللي بنوا الحاجات دي؟ فبدل ما اقول ان ناس كتير ان اللي بنوا الاثار كانوا قبل التوحيد، قبل توحيد مصر، قبل توحيد القطرين في عهد مينا او قبل الطوفان، وان الناس التانية جم بعدهم، ودي مشكلة هتبقى في الاثارات، ان نفس الملوك رمسيس وتحتمس واحمس وسوناسرت في الدولة المتوسطة ومنمحات، وتطلع بيهم في الدولة القديمة زوسر وخوفو وخفرع ومنقرع، الناس دي كان عندها تكنولوجيا عالية، وندور على السبب اللي خلى التكنولوجيا دي ما توصل لناش. لان في النهاية زي ما قلنا قبل كده، لو اطلانتس بجلالة قدرها كانت حقيقة وجت مصر ولقينا الازاميل النحاس موجودة في المحاجر اللي اتقطع منها الحجارة بتاعت الهرم، هنقول ان اطلانتس كسرت قطعت الحجارة بالازاميل النحاس، وهيبقى عندك مشكلة مع اطلانتس في الوقت ده برضو. النقطة رقم 14، ودي ما اتكلمناش عليها خالص وهنسيبها لمكان تاني، الحضارات الموازية. يعني بجوار الحضارة المصرية كان في حضارات تانية في نفس الوقت. اغلب الحضارات الموازية دي
بنت ونقلت ونحتت وقطعت أحجار بنفس الثقل وعلى مسافات كبيرة متباعدة. طبعا هنا البعض ممكن يقول لك دول كلهم قوم عاد، يبقى ساعتها تثبت لي ان هم كان عندهم آلة تنقل عبر الزمن، عبر الزمكان، وبيقدروا يوصلوا لتكنولوجيا الانتقال الآن، وتبقى كده مدينتهم تصدقوا اتفسرت ان كان في انتقال آني، يعني راحوا بيه وبنوا هناك حضارة الإنكا والمعبد اللي فوق الجبل ده، مش فاكر كان اسمه ايه، راحوا فرنسا وحطوا الأحجار الكبيرة دي وخرموها على سطح البحر، راحوا جزر عيد الفصح وبنوا التماثيل اللي محطوطة دي كلها، ما كل دي ما أحجار ضخمة اتقصت واتقطعت بأدوات بدائية واتنقلت واتحطت في مكانها، مش بس في مصر، ده في أماكن كتير جدا، وأماكن زي ما قلنا بعيد جدا عن بعضها، لدرجة انك من الصعب انك تقول ان هي حضارة واحدة اللي عملتها. في سترونج هولد في انجلترا واللي تاريخها دلوقتي بيرجع لسنة 2000 قبل الميلاد، وبعض الناس على فكرة في صور نشرت عن سترونج هولد ان دي مبنية في العصر الحديث، وجابوا صور ان بلدوزرات كانت بتحطها وانها اتناست وبعد كده فبدأوا ينسبوها لحاجات قديمة، مش عارف. لا بس سترونج هولد ليها ذكر قديم في الكتب، فعشان كده ايه ما بنروحش للكلام ده، بس كل شيء هتلاقي عليه نظريات اللي بتجيبه اللي بتأيده بشكل إيجابي أو اللي بتأيده بشكل سلبي، والمشكلة الدائمة في الحجر إنك ما بتعرفش هو اتنحت إمتى. فكرة الكربون 14 عبارة عن إن أي مادة حية، جسم الكائن الحي بينظم عدد ذرات الكربون فيه بشكل كبير، ففي كربون 12 والكربون 14 وفي النسبة ما بينهم. الكربون 14 ده مشع، فمجرد ما الكائن الحي ده بيموت والنظام اللي ربنا خلقه جوه جسمه في تنظيم النسبة دي، النسبة الثابتة، بيقف، فبيبدأ الكربون 14 من خلال الإشعاع يفقد الإلكترونات بتاعته فبيتحول لكربون 12 فنسبته بتقل. احنا عارفين فترة عمر النصف للكربون 14، يعني ايه فترة عمر النصف؟ يعني الفترة اللي هي تي هاف، الفترة اللي المفروض لو عندك 10 ذرات كربون يوصلوا لخمسة، ولو عدت فترة عمر النصف تانية الخمسة بيوصلوا لاتنين ونص، والاتنين ونص يبقوا واحد وربع، يعني لو كنا بدأناه بتمانية مش كده تسهل، تمانية تبقى اربعة، والاربعة بعد نفس الفترة تبقى اتنين، والاتنين تبقى واحد، ومن خلال عملية حسابية تعمل نظام بنظام المتتابعة الحسابية، لما تقيس نسبة الكربون 14 للكربون 12 في جسم المادة بيقولك ان الجسم ده كان حي سنة كام، لكن بما ان الحجر عمره ما كان حي في حياته، طول عمرك جماد، فبالتالي انت مش هتقدر تستنتج، مفيش وسيلة لحد دلوقتي تقولك الحجر ده اتنحت سنة كام، ولو جه عندك اثر محطوط عليه اكتر من خرطوش لاكتر من ملك زي القبة السماوية اللي كان محطوط عليها خط بطليموس وكيلوباترا ورمسيس وملوك اقدم، انت ممكن تاخد اي خرطوش، زي ما قلنا ان شامبليون اعتمد الخرطوش بتاع كيلوباترا وقال لهم ده مبني سنة 30 او 40 قبل الميلاد، وبالنهاية ده مش بعيد زي ما الناس كانت متخيلة. في ناس تانية ممكن تحط عليها خرطيش الملك اللي من اسرة تانية او من الاسرة الرابعة او خرطوش رمسيس فتديله تاريخ تاني، انت مش بتعرف هو محفور امتى. انت ممكن تستنتج من اللغة، لو في لغة، لو في كلام، بتستنتج الالفاظ اللي كانت مستخدمة دي قديمة ولا جديدة، الالفاظ والعبارات او اسماء الشخصيات او حاجة زي كده، وده اللي بتأرخ من خلاله. فالحجر للأسف ما بيديكش تاريخ قائم، بدليل زي ما قلنا القصيات عاد لانها مبنية من الطوب اللبن، وممكن كان داخل فيها جزء من التبن او جزء، وده فيه جزء من المادة العضوية،
فقدروا يعرفوا تاريخه. لكن لو مبنى معمول من الحجر زي رجاجيل، عواميد الرجاجيل او اعمدة الرجاجيل الموجودة في سكاكة في السعودية برضو، ما يقدروش يستنتجوا تاريخه. هو من شكل النحت كده قريب من شكل النحت اللي كانوا البشر في المناطق اللي حواليهم بيعملوه سنة 4000 قبل الميلاد. ايه الخاتمة؟ في الاخر زي ما قلنا مفيش اي دليل ان عاد كانت جيت مصر، او ان مصر دخلت في منطقة نفوذهم في اي وقت من الاوقات، والله اعلم طبعا بالحقيقة. اتنين، ان قوم عاد في اغلب الظن كانوا موجودين في منطقة الاحقاف في شبه الجزيرة العربية، وممكن بقى عاد الثانية والثالثة والرابعة والتانية جم في أماكن تانية مختلفة. شبه الجزيرة العربية كان فيها حضارة متقدمة، يعني نسكوا منها في حضارات اليمن حمير وسبأ، وكان فيها ملوك وليهم تاريخ، فما نستهونش بتاريخ الناس دي. شبه الجزيرة العربية مليانة آثار، لكن لسبب أو لآخر ما كانش التنقيب عنها بشكل كبير. ومجرد ما هيبدأ التنقيب هناك وياخد شكل أوضح ويبدأ الناس يدخلوا فيه، ويبدأ فيه علماء للآثار عندهم، ويبدأ كلام زي كده يبقى بشكل واضح وفعال، لأن في الوقت الحالي فيه يشتغلوا، بس يبقى ليهم أثر واضح وفعال، هيبان آثار كتير موجودة عندهم في الأرض. وممكن في يوم من الأيام نشوف إرم. أتمنى إن نشوف إرم، وأتمنى إنها ما تطلعش دهب وفضة، لأن ده هيبقى زي جبل الفرات كده. او ممكن ارم يحصل فيه خلل في المكن اللي بيحركها فتظهر في جبل الفرات. ادي النظرية، اصل سهل طول ما انت قاعد تقعد تفتكس في نظريات طالما مفيش حدود بتوقفك. اهم نقطة الكلمة الاخيرة، الحدود. ايه الحدود؟ ايه الحدود اللي انا لازم اوقف فيها خيالي واقول لا انا كده بعدت عن المنطق؟ ده كل الموضوع. هل انا اقدر اقول ان المصريين القدماء كان عندهم تكنولوجيا لدرجة ان هم سافروا القمر بنوا هناك مسلات؟ لا، كان عندهم تكنولوجيا راحوا سافروا المريخ فبنوا هناك الهرم اللي جايبين صوره؟ لا، في حد للاسطورة لازم نقف عند حد للاسطورة، لان بمنتهى البساطه انت ممكن تطلع اساطير كتير. بص، كل الاهرامات فيها انفاق، طب ليه ما تكونش حضاره اجاثا اللي تحت الارض اللي في الارض المجرفه هم اللي بنوا الاهرامات دي عشان يعلموا الانفاق بتاعتهم اللي بتوصلها لهم، وعلماء الاثار بيفتحوا لنا قافلين الانفاق دي كلها، يبقى في نظريه مؤامره ان هم بيخبوا الانفاق عشان ما نوصلش الاجاثا اللي تحت الارض. والاجاثا دي طبعا كلنا عارفين ان هم ياجوج وماجوج، ادي نظريه انت قاعد بتالف. اما نيجي نقول لعلماء الاثار يا عم ما تحورش، الحوريين ما دخلوش مصر وما كانوش هما الهكسوس لان ما فيش اثر ليهم، ما زي ما احنا ما بندعوهم ان هما يفكروا بالمنطق، ففي النهاية لازم احنا كمان نكون بنفكر بالمنطق، ما نجيش نقول حاجة ما فيش عليها اي دليل، وان دايما ما تبقاش الصورة عامة، لازم تخصص كل حالة بحالة. لقيت الموضوع بينطبق على أكثر من شيء طبقه. ودايما خد بالك من مشكلة كبيرة جدا هتقابلك في الحضارة المصرية بالذات، زي ما قلنا لو جينا نتكلم عن الحيثيين، عن حضارة قبلة، عن مدينة تدمر، عن مدن كتير حملت حضارات، عن أشور حتى، عن بابل. طبعا حضارة رافدين عريقة، لكن لو خدناها كحضارة حضارة وفصلناهم عن بعض هنلاقي ان كل واحدة فيهم كانت بتبرز 100 200 سنة وتختفي. فسهل انك تحط فيها نظرية زي كده وخلاص، وخصوصا ان في بعض الاماكن زي جزيرة عيد الفصح زي ما قلنا اللي فيها التماثيل عيد الفصح دي تقريبا ما شفناش فيها حضارة خالص.
منتهى البساطة ممكن تقول إن التماثيل حد عملها. المشكلة اللي هتقابلك في مصر التتابعية، إن الحضارة ما نشأتش مرة واحدة في عهد أسرة واحدة، في عهد أسر ملك واحد، لا ده كانت أسر كتير متلاحقة ومتتابعة، خدوا من بعض، بنوا فوق آثار بعض. فبالتالي الموضوع لازم يكون فيه عندك حد ودراسة لكل أثر بشكل كامل، لأن في أثار بناها أكتر من ملك، زي ما قلنا معبد الكرنك أكتر من 30 ملك أسمائهم عندنا جواه، وكل واحد فيهم بني جزء. ده غير بعض الملوك، سوناسرت ده نموذج مش القاعدة، القاعدة العامة فيها أسماء ملوك كتير كانوا بانيين في المكان ده وأثرهم يتهدمت يتنقلت يترممت فاتخذ أسمائهم، فملوك كتير جدا شاركوا في معبد الكرنك. التتابعية الكبيرة دي لما بتيجي تروح لنظريات المؤامرة، النظريات العكسية، خلينا بلاش كلمة نظريات المؤامرة، النظريات العكسية اللي طالعة خارج التيار الرسمي بتوقفك. فالتتابعية دي لو انت ما التفتش ليها هتفسد لك اي نظرية انت بتروح ناحيتها. لازم تفسر ليه كانوا بيكملوا اثار بعض، ما هم كانوش كلهم حرامية للمعلومة يعني، وما رمسيس التاني ما اغتصبش كل الاثار اللي قبله، بدليل ان في اثار كتير منقوش عليها ملوك قبل رمسيس التاني. فدي فكرة زي ما قلنا التتابعية اللي كانت موجودة في الحضارة المصرية القديمة. وملحوظة أخيرة، طبعا هو أنا بشكر الناس اللي تابعت السلسلة، السلسلة يعتبر فيها أنجح فيديوهات من ساعة ما رجعت تاني في القناة. أنا اتفاجئت إن في فيديوهات وصلت ل 1800 مشاهدة أو 2000 مشاهدة في يوم واحد أو في يومين، ده رقم عمري ما كنت وصلت له قبل كده، وللأسف مش تبعتي ان اجي والمشاهدات او الكليك بايت عشان اجيب الناس عشان نعمل زخم. هو شيء كويس انك تتفرج على القناة لو انت مقتنع باللي احنا بنقوله او لو انت بتستفيد منها معلومة عادي. انا كتير جدا بتفرج على فيديوهات وبتابعها لحد الاخر، انا مش مقتنع بوجهة نظره بس الراجل بيقدم معلومات قيمة فبشاهدها. انا بشكر كل الناس اللي تابعوا السلسلة، اتمنى ان اكون قدمت لهم على الاقل معلومة مفيدة. انا حاسس ان دي من اقل السلاسل اللي قدمت فيها معلومات، لان زي ما بقولك الموضوع بسيط لدرجة انك ممكن توقفه بهاد دليل واحد. اي موضوع في الدنيا ممكن توقفه بهاد دليل واحد، طبعا ما يكونش دليل عكسي، يعني ما تقوليش اصل بيقولوا كذا وكذا ده غلط. لا سيبك من اللي بيقولوه، يا عم الناس التانية كلهم غلط، كل الأثريين غلط، ولا واحد من الأثريين ولا واحد من المؤرخين بيفهم حاجة، كلهم حمارة، استغفر الله العظيم يا رب. طيب خلاص بقى سيبك منهم كلهم، هات لي انت بقى الدليل، ايه الدليل اللي عندك؟ تلاقيه وقف. هنا لازم تقف مع نفسك وتفكر ايه النظرية دي اللي معلهاش دليل واحد. طب لو فرضنا بقى ان الاخرين عندهم ادلة لكن غير كافية، مش هم يبقوا اولى؟ ده رغم ان ده مش الواقع، انا بحاول ابسطها. فانا بكلمكم مثلا لمدة 10 حلقات عن شيء معلهوش ولا دليل واحد بيأيده، وكل الادلة الاثرية بتتكلم عكسه. تاني انا بتكلم على قوم عاد ووجودهم في مصر فقط. أطلانتس فيلم تاني بس هما هيجوا في السكة، يعني طالما انت اتكلمت على قوم عاد هتدخل في موضوع أطلانتس، هتدخل في موضوع حضارة ما قبل الطوفان، زي ما بقولك ممكن انا لمحت بس اكيد هيدخل معاك حضارة أجارثيا والناس المقتنعين بنظرية الأرض المجوفة، نظريات كتير جدا. وفي الاخر هيكون السبب واحد، انك مش فاهم الطريقة اللي المصريين القدماء بنوا بيها الهرم. طب هل حد فاهم؟ هل انا فاهم؟ لا.
هي دي الأمانة والله. هل الأثريين بما فيهم دكتور زاهي حواس وكل وفليندرز بيتري والناس حتى بتوع الطاقة والناس اللي كتبوا كتب حوالين إن الهرم مايكرويف أو الهرم لمبة أو أي حاجة من دول، هل هم فاهمين طريق بناء الهرم؟ هل يقدر يحط لك سيناريو كامل الهرم اتبنى إزاي؟ لا، أنا قريت كتب عن الهرم بالهبل. صحيح لما جيت انفي رقم ميعاد جبتها من جوجل بس عشان ابين ان المعلومه سهله. انا عندي كتاب مثلا بتاع وزاره الاثار، ابسط حاجه على الموبايل كان ممكن اخد منه مقطعين ثلاثه واقول لك طول هام كذا وعرضه كذا والممرات اللي فيه كذا. وزاره الاثار ما تبع كتيب بتعمل لهام، ده حاجه سهله يعني، بس عشان اوريك ان المعلومه سهله، انه الناس اللي بتتكلم عن قام ميعاد دي ما فكرش حتى يزور الهرم. يعني انت باني نظريتك كلها عن الهرم الكبير. خلينا نتكلم بصراحة، لا هو فارق معاه معبد الكرنك، ولا فارق معاه هرم زوسر، ولا فارق معاه أي حاجة. ممكن نجيب كل آثار الحضارة المصرية ونعملها هنلاقي ما بينطبقش عليها الكلام. هو باني النظرية على إن الهرم الكبير، إن في آية بتقول في كل ريع وتبنون في كل ريع آيات تعبثون، فبالتالي الهرم مبني على هضبة الجيزة وده ريع لأنه منطقة مرتفعة، والهرم بالتأكيد آية فهي ماشية عليه. الهرم معجز بشكل كبير، كتير شاكين ان المصريين القدماء بانيينه، فبالتالي خلاص هي مشيت معاه. هي دي النظرية حوالين الهرم. طب انت بقى زرت الهرم بتاعك يا سيدي، بحثت عنه على جوجل تشوف تركيب الهرم عامل ازاي؟ لا، اصل الآية القرآنية بتقول تبين من مساكنه. هل الهرم ده كان سكن؟ ادخل جواه شوف خريطته على اي موقع، هتكتشف انه مستحيل يكون سكن. استحالة ان حد يبني المبنى ده عشان يسكن جواه، لانه بمنتهى البساطة ما يصلحش كسكن. في ممرات ضيقة، انت عشان توصل للممر العظيم او البهو العظيم او لغرفة الملك او لغرفة الملكة، انت بتعدي بممرات ضيقة بتبقى موطي ظهرك جدا وانت معدي فيها. منطقة الجيزة جنبك، المصريين بالذات منطقة الجيزة جنبك ب 40 جنيه تذكرة، هتدخل وتشوفه يا سيدي. كانوا قافلين هرم خوفو ساعتها، ادخل هرم خفرع او هرم منقرع وهتشوف ان الممرات ضيقة. انت ازاي بتتكلم عن واحد طوله 15 متر ولا 12 متر؟ ومش معنى كده قوم عاد، انا مقتنع ان كانت اطوالهم قريبة من اطوالنا لان هم جم بعد الطوفان، انا مقتنع بكده، بس انا بوريك نظريته ازاي ما فكرش فيه، ما فكرش شيء يعني شيء بيستفز الواحد انك تعمل 10 حلقات تدافع ضد نظرية مش مثبتة اصلا، ما لهاش ولا دليل. اللي ألفوها ما فكروش فيها، ما حاولوش يقروا كتاب عن كرنك. انا جبت اشهر معبد، انا مش رايح جايب معبد من تحت بير السلم. اشهر معبد في مصر معبد الكرنك، اضخم معبد في مصر معبد الكرنك، اكتر معبد فيه مسلات واعمده معبد الكرنك. ما قراش تاريخ معبد الكرنك، ما شافش الحفريات اللي تحته. الهرم اللي بيتكلم عليه ما شافش، ما شافهوش، ما راحش زاره، ما عملش سيرش عليه في جوجل. لو عمل سيرش عليه في جوجل كان اكتشف ان الممرات ضيقه. ما ينفعش انك تقول ان طولهم 15 متر ولا 12 ولا 3 ولا 4 متر، لازم يكونوا في حجمنا العادي. عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده وما اخدش من وقتكم اكتر من كده، بشكركم مرة تانية على المتابعة. شكرا، اتمنى ان الناس اللي اتفرجت على حلقات قوم عاد دول، رغم ان نسب المشاهدة بتقول انهم ما اقتنعوش، كل واحد شاف دقيقة ولا دقيقتين ومشي، مش مشكلة خالص. الف شكر للجميع، اللي ليه تعليق سلبي بتقبله، اللي ليه تعليق ايجابي بتقبله. في النهاية لو عندي رد برد عليك، ما عنديش رد بقول لك شكرا، يا اما ان معلوماتك صح وسليمة تماما، أو أنت قلت شيء ما فيش عليه رد. فبقول لك شكرا، أتمنى إن الموضوع كان مفيد بالنسبة لكم. تاني، هي السلسلة رغم إن إحنا اتكلمنا في أمور كتير جدا في الحلقة الأخيرة وتفرعنا الحلقات كتير، وحتى في المناقشات اللي تحت الفيديوهات تفرعنا المواضيع كتير، هو الموضوع عبارة عن
قوم عاد فقط لا غير مقابل قدماء المصريين او الفراعنة بس. في النهاية سريعا وبأن التكرار بيفيد الشطار فهنقول اهم النقط. إرم عند اغلب المفسرين اسم قبيلة، وكلمة يخلق لفت خلتهم يلتفتوا الى ان الموضوع خلق ليه علاقة بالبشر مش بناء، رغم البناء ممكن يجي بمعنى خلق ممكن تيجي بمعنى بناء، بس في النهاية اغلب المفسرين فضل ان هو يقول ان الموضوع بالنسبة للقبيلة لان الكلمة يخلق مش لم يبنى. تاني نقطة زي ما قلنا في تتابعية في الحضارة المصرية، انت بتحفر تحت الاثر بتلاقي فيه اثر، بتيجي تفك اثر بتلاقي فيه حجارة متاخدة من اثر اقدم، فالتتابعية دي ورا بعض وعادة الاستخدام والنقل مش في نفس المكان، بل ان في نقل بيوضح لك ان اللي باني الحاجات اللي انت شايفها النهاردة في ارض مصر هم في الغالب الملوك اللي كاتبين اسمائهم عليها، لان هم واخدين من ملوك تانيين سابقينهم كانوا كاتبين اسمائهم عليها، اللي كانوا واخدين من ملوك تالتين كانوا كاتبين اسمائهم عليها، والحاجات دي كانت في اماكن غير الاماكن. يعني مدينة تانيس اللي بناها ابسماتك كانت هي مدينة رعمسيس اللي بناها رمسيس الثاني، خد الحجارة ونقلها وقعد بناءها في مكان تاني، فهو عنده قدرة انه يفك ويبني. ليه هقول ان الباني الاصلي كان قوم عاد؟ ما في النهاية ابسماتك نفسه اللي في القصة 26 بنى شال التماثيل ونقل، هو كان يقدر ينقل التمثال، شال المسلة ونقلها كان يقدر ينقل المسلة، الحجارة فككها من اماكنها واكتبها تاني في الاماكن دي، حتى المحاجر مكتوبة منقوش عليها اسماء الملوك. اخر حاجة طبعا ان ارم وعاد وثمود اغلب الظن الاكيد ثمود ان هم في شبه الجزيرة العربية، وعاد وارم 90% كانوا في منطقة شبه الجزيرة العربية. فتاني ثمود مكانها مثبت بشكل اكيد، لكن عاد اغلب الظن في شبه الجزيرة العربية. واخر نقطة، سواء هنا او في مكان تاني، ابحث دوما عن الدليل. ما هو الدليل؟ ايه الدليل على الكلام اللي بيتقال ده، سواء صح او غلط؟ ولا هنا تنتهي حلقتنا وسلسلة قوم عاد. اتمنى الناس انها تتابع حتى السلاسل الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.